تجربة قطرة الزيت لميليكان. الهدف من هذه التجربة هي قياس شحنة الإلكترون. الجهاز المستخدم في هذه التجربة يتكون من مرذاذ زيت ومجهر وجهاز الأشعة السينية وبطارية ولوحين مشحونين. عندما يرش قطرات الزيت في الهواء تنشحن القطرات بالاحتكاك، تسقط القطرات بفعل الجاذبية فيدخل بعضها في فتحة اللوح العلوي داخل الجهاز. نستخدم الأشعة السينية من أجل تأيين الهواء بين اللوحين وإضافة إلكترونات إلى القطرات فتصبح شحنتها سالبة. نطبق فرق جهد كبير بين اللوحين يؤثر بقوة على القطرة المشحونة ويكون اللوح العلوي موجباً. إذا نطبق فرق جهد كبير بين اللوحين، عند حد معين ترتفع قطرات الزيت وتعلق في الهواء بين اللوحين، وعندها قوة الجاذبية لأسفل مساوية في المقدار لقوة المجال لأعلى. قوة الجاذبية لأسفل مساوية في المقدار لقوة المجال الكهربائي لأعلى. لإيجاد وزن القطرة باستخدام MJ تعلق القطرة ثم يوقف المجال الكهربائي بين اللوحين ويقاس معدل السقوط باستخدام السرعة الحدية المقسمة لحساب المقدار MJ، وبمعرفة E يمكن حساب مقدار الشحنة وتساوي سالب 1.6 في 10 أس سالب 19 كولوم. المشاهدات: وجود اختلاف كبير في شحنات القطرات. التغير في مقدار الشحنة على القطرات يكون دائما مضروبا في مقدار 1.6 في 10 أس سالب 19، وسبب هذا التغير إضافة أو إزالة إلكترون واحد أو أكثر إلى القطرات. الاستنتاج: أقل تغير في مقدار الشحنة يساوي مقدار شحنة الإلكترون. كل إلكترون له دائما الشحنة نفسها 1.6 في 10 أس سالب 19. الشحنة مكمة، أي إن شحنة أي جسم هي فقط مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون.